في ذكره فطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جامع الصفات العمليه والمنفرد في خلقه وخلقه باشرف خصوصيه صلى الله عليه وسلم من خلق في البريه محمود الا وهو جدل الله عن زين العيون اجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومجاهه اوصاف عز فتعالى مجدها مجدها اخذت على نجم السهاب بعناه وقد انبسط القلم في تدوين ما افاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم حسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فبذلك يحسن الختم كما يحسن التقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حبيبنا الإمام شاهد الله شاهد الله
أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتي وحفيظ سري وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومذهب قاسم إمدادك في عبادك مساكي كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدبارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا عزما في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا وذنونا جميلة لي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وشريف بجهة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجب راية الدين القويم في جميع الأبطال منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام فاغفر
رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة. عن الله يجعلنا وإياكم من المتقين ثابت على القديم القويم بصحبة الرسول الكريم وشكرا باسم أهل الله المخلئين ويمن بالشفاء ولطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويجعلنا الراضي المرضيين الحاجي المحتدين ومن حضر هذا الجمع يكتبها من المتقين الصالحين وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين ويكتبنا في ديوان عباده المتقين ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة معاذ بن جبل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على المنبر قال آمين ما قريب صعد الروضة الأخرى وقال آمين ثم صعد الروضة الأخرى وقال آمين قال يا معاذ إيش ذا الكلام ما معنى الكلام قال أتاني جبريل قال من أدرك رمضان فلم يغفر له فمات فأهلكها الله والآمين معنى أن أدرك رمضان أو عبد الله ولم يستغير في هذا رمضان رمضان عز عباده قال هذا يغفر له الثاني قال من أترك والديه ولم يبرهما فمات فأهلك الله قل آمين آمين بمعنى أن الشخص إذا كان عابد أو طائع الوالدين هذا يغفر له قال أكبر عقوب الوالدين ولهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى كل شخص بارا بأبيه سخر له ابن أو بنت تبروا مثل ما تبروا يعني صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناءكم مثل كذلك المعاملة الزوجية بين الزوج والزوجة إذا كان شخص تعامل مع زوجة معاملة حسنة سخر له أزواج البنات صالحين أخيار وهذا يقولون البر سلف هكذا وقالوا أن معاملة الزوجة صبر قال سيدنا عمر بن الخطاب قام رجل يشتكي لهم زوجته يقول هذه زوجتي تأذينا وتؤذينا فلما دخل هذا الرجل على سيدنا عمر الخطاب رأى زوجة سيدنا عمر الخطاب تعاتب سيدنا عمر الخطاب قال بس أنا مع المستطيع معاتبه الذي عنده عندي المشكلة التي عنده عندي قال سيدنا عمر أنت انتبه
هذا النساء قال خيركم احسنكم خيركم لاهله، يعني الذي خير لاهله احسنهم. هذول النساء قال يحفظنا من المعاصي، يخدمنا، يغسل ثيابنا، يربينا اولادنا، احنا لابد نتحمل. والرجال يعني كم جبل يتحمل المشاكل، وهكذا سبحان الله تعيش الاسره حياه سعيده. ثم قال الثالثه، الدرجه الثالثه، قال من ذكرت ولم اصلي عليه، قال فلم اصلي عليه فاهلكه الله اهلكه. قال امين امين. فالصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخر الزمان تكون مقبوله اكثر من اهل بيت حضرموت، بعضهم يوم الجمعه 100 من الصلاه عن النبي، وبعضهم 1000، وبعضهم سلوك اخر، وبعضهم اخر متاخرين. سمعنا ان بعضهم 24000 يوميا من الذكر ومن التسبيح. اكبر درجه هذه وقت الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر. هذا الناس متاخرين الان، سمعنا ان حبايبنا حتى في عصر ما قبلنا ناس يعملون بهذا العمل، ولكن التوفيق. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه يسمع كل من يصلي عليه، حتى في مكه المدينه كل واحد ويعرف، قالوا حتى اسمه، يقولون شوف فلان بن فلان يصلي عليك يا رسول الله، يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الصلاة على شخص النبي يصلي عليك، يعني تنزل عليك المغفرة والرحمة ويشفع لك من فيها. قال أنه كان سيدنا سفيان الثوري من كبار العلماء في وقت العصر الإمام الشافعي، هو من كبار الصالح العلماء، عالم وعالم، رأى في الطواف رجل يصير يمشي كل ما يرفع رجله، اللهم صل على اللهم صل على بعدين نسأل الله تعالى أنت قليل قل لا إله إلا الله، اذكر شيء لازم تسبيح كله زين صلاه على النبي، لكن كل شغله ايام صلاه على النبي. قالوا اسكت، انا عندي بقول لك قصه، عندي قصه. شو المشكله؟ قال عندي مره حملت والدي الى مكه المكرمه، وكان زمان يسيرون الى مكه، الناس هذه الناس بعضهم مقصرين في الحج، تاجر كبير ومعه سيارات ومعه ذا، ولا محروم من زياره مكه. دولين حضرموت يسيرون 4 اشهر من تريم، يتحركون من شعبان إلى مكة يمشون أنا راجع أكل قليل ولا خبز، ما نسأل مكة. حمل هذا ابنه والده ما وصلهم كبير بيحج حامله يمشي وحامل والده، لما وقفوا في الطريق هذا شخص مات أبوه، بعد ما مات أبوه قام هذا الابن غسله وكفنه وغطى وجهه، بعد ما غطى وجهه فإذا وجهه هذا وجهه كان جميل أبيض صار كله كفح. بعد هذا الابن حسن اقول هذا شو مذنوب عنده حتى جعلته قلبت شكله، نام وغطى والده بغطاء خفيف ونام. بعد ما نام راى رجلا مقبلا جميلا، راى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي 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 ما عنده والده، وجلس وفشى ورفع الرداء هذا على راسه ومسح على بدنه. بعد ما مسح على بدنه صار ابيض. قالوا سألوا في المنام في الرؤيا، قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. قال هذا أبوه مسرف مذنوب لكنه مكثر الصلاة عليه، واستغاث بي وجئت أنا وقته، والآن انتبه من النوم فتجده لون واجب. قال فما لما كانت هذه الواقعة ما تركت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكروا لهم الجنة وذكروا لهم النار وذكروا قالوا انتم في الجنه وبشرهم بالجنه، قالوا نعم كنا معنا فرحانين، لكن نحن نريد الجنه التي انت تسكن فيها، انت تقول الجنه 7 جنان، لا نريد جنه انت لست فيها، نريد الجنه التي فيها. فنزلت قوله تعالى: ومن يطع الله ورسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. وقالوا ان الصحابه رضي الله عنهم نحن نفرح لما ياتي الاعرابي، الصحابه ما يسالون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. لما ياتي البدوي يسال سؤال النبي يفرحونهم، يا اصحابي يا رسول الله، قال انت تقول الجنه والنار، نحن معامل. قال المرء مع من احب، من احب قوم يحشر معه. ولهذا نحن في هذا العيد منهم من يحب الرياضه، ومن يحب الملاكمين، ومنهم يحب المصارعين، ومنهم من يحب الاجانب. المرء مع من يقول المرء يعيش المرء يموت المرء على عاش عليه. هذا كثير الانسان قال اذا كان بيعرف ايش حسن ختام ايش الدنيا. شوف كثير ناس يموتون عاصيا، منهم يموت شارب الخمر، منهم يموت زاني، منهم يموت عاصي الله، ومنهم من يموت سايق. كثير من حضرموت مات في السجود، منهم من يموت وهو يتكلم. كان واحد باكثير
من سيون عالم كبير جدا يتكلم يجيب الحديث هذا يقول من كان اخيره في الدنيا كلام اخر كلامه في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. هو يتكلم مثلي لما قال لا اله الا الله مات. قال ما شاء الله كيف هذا النعم. وحديث محمد بن علي بن شهاب مات وهو يتكلم، وحسن بن اسماعيل الحامد في عينات مات وهو سائل، ومحمد بن علي السقاف واحد سيون مات سائل في مسجد المحضار، واحد في ترين مات وهو يؤذن، واحد مات في عينات وهو يؤذن الاذان يقول اشهد ان لا اله الا الله. وهذه كلها يقولون الامور. قال الانسان يموت ما عاش عليه، فان عاش على الطاعه مات على الطاعه، وان عاش على المعصيه مات على المعصيه. نسال الله سبحانه وتعالى يعني ويعنكم مخطوبين عند رسول الله، وان شاء الله ان يربي اولادكم تربيه حسنه ويعطي فيهم العلم والصلاح والهدايه والحقوق والدين، وان شاء الله يعني هذه البركه فرحنا بها رسلنا في سنغافوره. هذه كل ما اجتمع قوما الا ونزلت فيهم السكينه والرحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع 40 قوم في قومي الا فيهم وفيهم ولي. الاولياء قالوا لما ماتوا الانبياء منهم 24,000 نبي. انقطعت النبوة الآن. قال الآن يمكن في كل عصر يكون 24 ولي، كل ولي يقوم مقام نبي. ولا شك أنكم إن شاء الله أنتم بلاد أصلكم من اليمن من الحاضرين إن شاء الله وطبعاكم. هذه البركة إن شاء الله تعود عليكم. أظن كان واحد من حضرموت نزل منها لحضرموت بيزور التربة، قلت قال أحد من الحبايبنا وقال له رد الفاتح أحد من حضرموت يقول هذا لمسافر الملايين. قال رد الفاتح، قال نحن رد الفاتح كل يوم نشوف نساء شعارية في كيف انتم في قريب هناك ما تشوفون احد. قال لا انت السلف يحبونكم يومكم بعيدين ينظرون لكم اكثر من حد. اهل قريب غير محمودين ينظرون ظلام اهل معدين. قال بشرك الله بالخير الان بارك الفاتح. نسال الله سبحانه وتعالى يبارك اهل الشيخ والحاضرين كلكم يعطيكم البركه. نسال الله من كان منكم حايا نسال الله يقضيها، ومن كان منكم مريضا نسال الله سبحانه يشفيه، ومن كان منكم مبتلى نسال الله سبحانه وتعالى يعطيه، ومن كان منكم طالب حياة نسال الله سبحانه يعطيه. وربي اولادكم تربيه حسنه ويسهلهم الزوجات مباركين صالحين. كما نسال الله سبحانه وتعالى يبارك بناتكم ويربيهم تربيه حسنه ورزقنا زوجات مباركه وصالحين. نسال الله سبحانه وتعالى يبلغنا اياكم حي بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعنا ما متابعين له ويذكرنا صحبته في الدنيا والآخرة، ويعنا محشرين معه ويعنا مع الصالحين، وفينا وإياكم شر المبذلين والطاغين، ويحفظ هذا البلد لعالم مستقيمة وطاعة، ويذكركم شر الفتن ما ظهر وما قل، وأن الله يحول حالنا إلى أحسن حال، ويجعل بركة لنا ولكم في أولادكم وذريتكم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائكم وأمهاتكم وذكركم في أبيارنا، ويبلغهم أخباركم ما يسرهم، وأن الله إن شاء الله يجعلكم الهمة والنشاط على عبادة الله وعلى حفظ الأوقات وعلى وسط الصلوات، وباركم في أبنائكم وأموالكم، ويعطيكم إن شاء الله ما تركتم. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل دعانا وخلعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحبيب حسن بن صالح أبي حسن بن محسن بن صالح الحبيب بن تريم بن حضرموت بلو ada antara gusti di Tarim. Sekarang ini beliau dalam majlis Fathah di Tarim. Beliau memulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita semua ni pada pagi ini alhamdulillah diberikan kelebihan oleh Allah dalam naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana antaranya kelebihan bagi orang-orang yang selamat itu ialah doanya akan sentiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana satu ketika Mu'adz bin Jabal mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berada di mimbar dan Rasulullah menjawab amin amin amin. Maka Jibril pun turun menanyakan apakah aminkan itu. Yang pertama sekali ialah amal ibadah pada bulan Ramadan, yang mana setiap amal dalam bulan Ramadan itu kerana kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, maka amal-amal kita pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya amin amin ialah apabila seseorang itu sentiasa taat kepada ibu dan bapanya. Makanya setiap amal-amal soleh yang mana kita bertaat kepada ibu dan bapa kita, maka apabila seseorang anak itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima doa kita. Yang ketiga,
Habib meneruskan dengan tarbiyah antara suami dan isteri. Apabila seorang suami itu harus sabar, bukan Sayyidina Umar bin Khattab itu sabar dengan isterinya. Satu ketika itu ada cerita yang mana mereka disini bergaduh, tapi dengan Sayyidina Umar itu dia sentiasa bersabar tentang keadaan isterinya. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah bersabda sebaik kamu ialah orang yang berhubungan baik dengan keluarganya, dan aku yakni Rasulullah SAW ialah orang yang layankan keluarga aku dengan baik. Yang ini di sini dikhususkan juga kepada isteri, yang mana Rasulullah SAW tidak pernah menzalimi isteri dan keluarga beliau. Kemudian Al-Habib meneruskan dengan ceritanya dengan bagi Ali Talib, yang mana Ali Talib ini terkenal dengan orang-orang yang banyak berselawat dan salam kepada Rasulullah SAW, yang seperti mana pada hari Jumaat sebagian mereka ada membuat wirid dan selawat ratusan kali, ribuan kali. Maka kita pernah mendengar mana kami Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang pernah membuat ribuan selawat kepada Rasulullah SAW, yang mana dalam malaikatnya sendiri beliau pernah berselawat 25 ribu kali setiap hari kepada Rasulullah SAW. Yang mana Habib meneruskan dengan menceritakan seorang abid, seorang alim dan tabiin, yakni Sufyan al-Thawri radhiyallahu anhu, yang mana beliau melihat seorang pemuda yang sentiasa berselawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan Imam Sufyan ini bertanya kepada beliau, kenapa kamu sentiasa berselawat dan salam kepada Rasulullah? Maka pemuda itu berkata, satu ketika aku, abah aku meninggal, dan dalam mimpi itu aku melihat keadaan abah aku diazab. Maka satu ketika kemudian harinya aku melihat beliau sudah berubah tubuhnya dan keadaan senang tidak seperti sebelumnya. Maka ditanya, kenapa berubah kamu? Kerana satu ketika pada ketika aku diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah seseorang yang wajahnya berseri dan mengenalkan dirinya, akulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah syafaat kerana kamu sentiasa mengingatiku. Jadi Habib menganjurkan kita untuk sentiasa panjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu sentiasa bertanya di antara mereka. Mereka tidak bertanya daripada syurga mana yang mana mereka nak memasuki, tetapi mereka bertanya, aku ingin memasuki syurga dengan mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada. Itulah sebaik-sebaiknya berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mar'u man hab, yang ini dia semua juga pergi seseorang itu bersama orang yang dicintai. Kalau sekiranya Allah sallallahu alaihi wasallam berada di setinggi-tingginya syurga, maka orang yang mencintai akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini masalahnya kita lihat anak-anak kita ini suka mencintai selain daripada Rasulullah, mereka mencintai penyanyi, penari, yang mereka ini tidak akan bersama kita di syurga. Kenapa harus kita bersama mereka? Yang sepatutnya kita harus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika ada satu riwayat mana dia mengenai seseorang dia Ali Azraman, dia beri keluarga Ibn Kathir, yang mana beliau menisyarakan tentang hadis man akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah, dengan akhir kalimat itulah beliau terus meninggal. Itu menunjukkan tanda makbul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau itu akan masuk syurga. Maka sampai sinilah terjemah saya, yang mana akhir ini Habib Hasan mendoakan kita semua kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, ya Allah ya Nabi. Allah, ya Allah, ya Nabi.
Thank you.